يعرف الشعب المصري نفسه بأنه شعب ابن نكتة، حيث يواجه مشاكله دائما بالسخرية والضحك وإلقاء النكات بخفة دم تاريخية. أن تنتقل خفة الدم هذه من الحياة إلى الشاشة الكبيرة التي عرفت الأفلام الكوميدية في وقت مبكر من تاريخ السينما المصرية. صاحب السعادة كشكش بي للضاحك الباكي نجيب الريحاني كان أول الأفلام الكوميدية على الشاشة، والذي عرض عام 1931 في زمن السينما الصامتة. بعدها أضيف له الصوت وأعيد إصداره مرة أخرى في عام 1933، وهو من تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني، ومن إخراج الممثل الذي بدأ مخرجا ستيفان روستي. وحقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا وزع صيت الريحاني في تلك الفترة، واستمرت نجوميته حتى فترة الأربعينيات مقدما عدة أفلام ناجحة: أحمر شفايف، سلام في خير، سي عمر. كان منافس الريحاني الأول في تلك الفترة نجم كوميدي آخر، وهو علي الكسار الذي اشتهر بشخصية عثمان النوبي، وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها سلفني 3 جنيه، علي بابا والأربعين حرامي، نور الدين والبحارة الثلاثة. رافقت الريحاني والكسار في تلك الفترة الفنانة الكبيرة ماري منيب التي اشتهرت بدورها كممثلة مساعدة في دور الحماة، واستمرت تقديما ذلك الدور إلى ما بعد ذلك إضافة لأدوارها الأخرى، معاصرة نجوم الكوميديا المتتاليين كاسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وصولا إلى عادل إمام. وصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم كحمات ملاك، الحموات الفاتنات، وحمات قنبلة ذرية. وعندما تألقت السينما الاستعراضية في مصر في فترة الأربعينيات والخمسينيات ارتبطت بشكل أساسي بالكوميديا، وهو ما ظهر واضحا في مجموعة أفلام المطربين فريد الأطرش ومحمد فوزي وليلى مراد وشادية، وأفلام أنور وجدي وفيروز، وبالطبع أفلام الفنان محمود شكوكو. والنجم الأبرز الذي ظهر كبطل منذ نهاية الأربعينيات هو النجم إسماعيل ياسين، الذي استمر طوال فترة الخمسينيات كنجم شباك التذاكر الأول، والوحيد الذي قدم سلسلة أفلام باسمه بجانب أفلامه الأخرى، وأهمها الآنسة حنفي ابن حميدو. وواكب نجومية إسماعيل ياسين عدد من نجوم الكوميديا الذين شاركوا في أغلب أعماله كزينات صدقي ورياض الأصبغي الشهير بالشاويش عطية وحسن فايق وعبد الفتاح الأسري وعبد السلام النابلسي. وفي فترة الستينات بزغ نجم الفنان فؤاد المهندس يرافق أبناء جيله كعبد المنعم مدبولي ومحمد عوض وأمين الهنيدي، وقدم المهندس العديد من الأفلام الناجحة كاعترافات زوج، أخطر رجل في العالم، في فزلاطة، أرض النفاق، مطاردة غرامية، شنبه في المصيدة. ولحق بهذا الجيل ثلاثي أضواء المسرح الضيف أحمد وسمير غانم وجورج سيدهم، قبل انطلاق مرحلة النجم عادل إمام وجيله كسعيد صالح ويونس شلبي في السبعينيات والثمانينيات. وظل عادل إمام على القمة حتى التسعينيات والألفية الجديدة، مواكبا مرحلة المضحكين الجدد والتي ضمت محمد هنيدي وصلاح عبدالله وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي ومحمد سعد وغيرهم. بعدها جاء جيل أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد مكي، ثم مرحلة الكوميديا الجماعية كمسرح مصر والثلاثي أحمد فهمي وشيك وهشام ماجد وغيرهم من الفنانين الذين حافظوا على استمرار فن الكوميديا على الشاشات في مصر رغم اختلاف الزمن والأسلوب، ورغم ما قد يعتبره البعض تراجعا كبيرا في الضحك.